فجأة انقطعت العلاقة شوية من بعد بيناتكم، حتى لهذه المرة شفناكم خطرات صالحتوا ثانيت ومن بعد عاود ولا الغياب. مش خطرة فقط، صالحنا عدة مرات. عدة مرات وعاود ولا الغياب. هذه المرة الصلح جاء فجأة، شفنا تصويرة أميرة ريا ونور. مي هو الصلح بلا كان صرا من قبل، كانت حكت لي أميرة شوية كان صرا من قبل. كيفاش صرا الصلح؟ شكون اللي بادرت بالصلح؟ وكيفاش جاتكم الفكره تاع تحطوا التصويره؟ شوفي نعاود نرجعك برك شويه للدور. في هذوك لي فوا وين كنا انا وياها نرجعوا كاع، خطرات كانت انا وخطره كانت هي، يعني ما كناش نتحاسبوا ولا كانت تجي هكذاك. وشنو قلت حاجه من قبل؟ قلت انه كنا صغار و شوفي مع الوقت اون بروند لا ماتوريتي، وكيما يقول لك الانسان يكبر ويتعلم ينضج و دونك سي سكي سي باسي. اما هذه الخطره انا نشوفها اندارت بطريقه بكل سهوله وعفويه وحتى انه وحده ما بالك لامت الاخرى ولا انت درتي له، ما توقفنا عند حتى حاجه، هدرنا وحكينا وخليناها هكاك، يعني تبعنا الفلو، يعني جازت هكاك. وسبحان الله ربي كيحب يجمع زوج قلوب اونكور اون فوا مع بعض. هاد الحاجات انا شوفي علاقتي مع اميره، انا ما عنديش اخت وكانت هي اختي. جو لو دي دوبوي كو جافي لي اون افي 17 ans، اميره 17 ans سيتي ما سور، انا جافي با سور. كانت علاقتنا شوفي كنت نشوفها اكثر ما كنت نشوف دارنا. نقول لك كنا هذاك وين جبنا الباك طلعنا لافاك، كنا جست مور المسيد لازم نتلاقاو، فمر لافاك ولا حتى دي فوا كي تعرفي مره اصلا. شوفي انا نحكي مع هدى كي كنا نور تلفتي انا قدرتي لي انا زوج اسماء هدى عادي. كانت هي تكون كنا نقراو في ليسي تاع ساحة حلب وفي تيرمينال، هي كانت جيستيون كنت سونتيفيك، وكانت جمعتنا صديقه، كانت عندنا صديقه مع بعض ساره نحيوها. ومن بعد ولينا صحابات، كنا ما نقدروش نروحوا للدار، انا كنت نسكن بعيد هي تسكن بعيد، دونك نفطروا دائما في الليسي ولا نخرجوا لتما، كان كاش قرقوطي ناكلو. اي تما اللي توطدت علاقتنا اكثر، كان عندنا نفس المبادئ، نفس العقليه، نفس لي سونتر دانتيغي اي تو. حتى كنا بين زوج عندنا كي نقعدوا نقصروا خطات الاخرين كي يكونوا معنا صحابات ما يبرونشيوش معنا، باسكو كان عندنا دائما احلام نهضروا على المستقبل، اني حابه ندير هذه، اني حابه، كان عندنا طموح، كنا طموحات بزاف كونتخيغمون دوطخ كوبين اللي كانوا معنا اللي مازالهم دي كوبين، مي ما كناش ما كانوش يفهموا العلاقه اللي ربطتني انا وياها.